موجز التربوية، أهلا بكم. بدأت اليوم اختبارات المرحلة الأولى للأولمبياد العلمي السوري للعام الدراسي 2019-2020، والتي تقيمها هيئة التميز والإبداع لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي على مستوى المدارس، وذلك لمادة الرياضيات بالتوقيت نفسه في محافظات القطر كافة. زينب شيحة والتقرير التالي. ضمن عمل هيئة التميز والإبداع في اكتشاف ورعاية مواهب التميز لدى جيل الشباب، انطلقت منافسات الأولمبياد العلمي السوري للموسم 2019-2020 على مستوى المدارس. بدأنا بالتحضير والإعداد بشكل جيد لطلابنا من خلال الفريق الوطني الموجود في الثانوي الذي فاز على مستوى الوطن في العام الماضي. هذا الفريق بادر بشكل إيجابي وتطوع لتدريب طلاب الصف الأول الثانوي تحضيرا لهذا الامتحان، وفعلا بإشراف كادر من المدرسين المتميزين في مختلف المواد التي سيخضعون لها في الاختبار، فوفرنا لهم جميع المستلزمات اللازمة من حيث الوقت المناسب، حددنا لهم المواعيد والتزموا بهذه المواعيد وكانوا فاعلين متفاعلين طلاب الصف الأول الثانوي ومقبلين بشغف لمعرفة ما هذا الاختبار. بالنسبة للمدرسة الطلاب مؤهلين كونه هي مدرسة المتفوقين، فهن من الطلاب المميزين بمادة الرياضيات، مؤهلين علميا. دائما ثانويات المتفوقين هن طلاب نخبة في القطر، بتصور هن أكثر عالم يكونوا حيستفيدوا من هذه التجربة، تجربة الأولمبياد العلمي لمادة الرياضيات، فبيحاولوا يطوروا حالهم بالمادة، يطلعوا أكثر، يصير عندهم طرق تفكير معينة بمعالجة الأمور إن كان حياتية وإن كان بالمواد العملية. وتقام منافسات الأولمبياد العلمي السوري لهذا العام وفق آلية جديدة كانت مع مادة الرياضيات، حيث تقام الاختبارات بنفس التوقيت في محافظات القطر كافة، إضافة إلى السماح للطلاب بالمشاركة في أكثر من اختصاص في هذه المرحلة فقط. كل سوريا اليوم عم تتنافس بنفس التوقيت على مدى ساعة ونص بمادة الرياضيات، وهذا الشيء الجديد السنة. دائما عودكم الأولمبياد العلمي السوري ضمن نشاطاتها هي التميز والإبداع، التجدد والتنوع، وبشكل إيجابي وبشكل أفضل. السنة اليوم الطالب يقف أمام خمس خيارات، ما بيقدر ما كان بالسابق كان يختار مادة علمية واحدة للتنافس فيها، هذا صار بإمكانه يختار الخمس مواد كلهم أو اي مادة او مادتين وثلاثة واربعة، العدد مفتوح قدام الطلاب، وهذا الشيء اعطاهم خيارات لاختبار نفسهم بالتميز. يعني الاسئلة من مستوى شوي متقدم وده كتير ملاحظة وتركيز حتى الزلمة يعرف يحلها، وتجربة طبعا كمان بالخيارات. الاولمبياد نحن مشاركين يوم بأولمبياد للرياضيات، الاولمبياد هو تجربة كتير حلوة. يعني الاولمبياد تجربة بتخلي الواحد يرتفع مستواه بالمادة اللي هو مشارك فيها بالاختصاص. والله الاسئلة معتدلة، يعني لا صعبة ولا سهلة. المنافسات العلمية تشمل علوم الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، المعلوماتية، وعلم الأحياء، بدءا من المدارس ثم المجامع التربوية، وبعدها على مستوى المحافظات، حيث يتأهل الأوائل إلى التصفيات النهائية التي تقام مركزيا بدمشق مطلع عام 2020 لإعلان الفائزين بعضوية الفرق الوطنية على مستوى القطر. ضمن إطار ربط التعليم المهني بسوق العمل، افتتحت وزارة التربية حديثا في مدارس التعليم المهني ورشاة لصيانة المركبات في محافظات دمشق، حلب وحماة. مدير التعليم المهني والتقني المهندس فهمي الأكحل أوضح أن وزارة التربية تتجه لتحويل المدارس الصناعية إلى مراكز إنتاجية لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف ربط التعليم المهني بسوق العمل وتوفير موارد مالية تعود بالنفع على الطالب والمدرسة وتعزيز مكانة التعليم المهني في المجتمع. وكشف الأكحل عن وجود خطة لإدخال مادة التربية المهنية من الصف الخامس وحتى التاسع الأساسي ضمن المنهاج الدراسي، بهدف إعطاء الطلاب أفكارا عن المهن الموجودة وأهميتها وتغيير نظرة المجتمع لمكانة التعليم المهني. ختام الموجز بأمان الله.